طيب يا ترى هل الأحداث اللي كانت عند مجلس الوزراء وفي الشارع القصر العيني أثرت على العملية الانتخابية ولا لا؟ اقدر اقول بقلب جامد لا، لسبب بسيط جدا، ان النطاق الجغرافي بتاع المرحله الثانيه ال9 محافظات ما كانش فيهم القاهره، كان فيهم الجيزه ومن ثم يعني اقرب لجنه قريبه لميدان التحرير هي الدقي والعجوز، اللي هم كانوا بقوا لجنه واحده بحكم النظام الانتخابي الجديد، ومن ثم ما كانش فيه تاثير حقيقه عملي عليها خالص، ودوت جزء منه الحقيقه يعني فكره الاقبال واختلافه، لان محافظات المرحله الاولى يعني كان فيها محافظات القاهره واسكندريه، عم تتكلمي في العاصمه والعاصمه الثانيه، وعدد سكان كبير ايوه ونسبه تعليم اعلى من باقي محافظات مصر، ومن ثم كان الخروج اكبر. كبير، بقيه المحافظات مع كل احترام لكل المحافظات خلاص ابتدينا بقى نخش في الاقاليم مع ارتفاع نسبه الاميه ومع انخفاض نسبه الاقبال، مساله طبيعيه، ويعني ده خلينا اقول نأمل ما يتكررش في المرحلة الثالثة، لكن فيما يبدو بتركيبة المحافظات بتاع المرحلة الثالثة اللي فيها محافظات حدودية كثيرة وفيها عدد سكان قليل، يعني بنتكلم على شمال وجنوب سيناء، نعم بنتكلم على محافظة مطروح اللي واخدة تلت محافظة ولا سدس محافظة مصر، بنتكلم على في الوادي الجديد، يعني ال3 محافظات دول تقريبا بيغطوا أكتر من 40% من مساحة مصر، وعدد سكانهم مجموعين على بعض لا يتعدى 700 ألف، فلو هنشوف إقبال قليل هيبقى منطقي، يعني ليه علاقة بتركيبة التركيبة السكانية من حيث العدد لكل محافظة. استاذ ايمن، انت بتتكلم دلوقتي كل ما بنطلع بره بتزيد نسبة الأمية. نعم. انا الحقيقة ما كنتش في لجنة من اللجان، رحت انتخبت وما كنتش في لجنة من اللجان اللي هي بيبقى فيها نسبة الأمية كبيرة. نعم. يا ريت تشرح لنا الشخص الأمي، مع احترامنا الشديد طبعا ليه، طبعا تمام، وهو داخل عشان ينتخب بيحصل ايه جوه اللجنة؟ يعني ازاي هو ما بيعرفش يقرأ، نعم بيعرفش يكتب، تمام وده تمام غالبا بتبقى نسبة كبيرة، ده صحيح، ممكن يضلل. ممكن جدا، يعني يعني يا ريت ممكن تشرح جدا. لي بما انك انت هبدأ مراقب، هبدأ فقول لي ايه اللي بيحصل في حاضر الحالة دي. أبدأ من مرحلة دخوله المحطة الانتخابية، يعني من باب المدرسة أو الوحدة المحلية أو مركز انت الشباب ممكن بحسب تبدأ من الأحوال، قبلها شوية، من البيت. من البيت. طيب، اتفضل. هو بيتظبط شوية الأول. فيما يبدو ان يعني من خلال اللي احنا شايفينه، الواحد ما يقدرش، انا ما عنديش رصد على جزء الاميه، انا ما اشتغلتش على جزء الاميه بتفصيلتها، لكن معظم الناخبين الاميين او غير المتعلمين اما بينزل من البيت ما بيبقاش واخد قراره بمين عدا المنتمي لتيارات سياسيه بوضوح دينيه بعينها، بيبقى القرار واخده فالمساله منتهيه، او انما الغالبيه قرايبه الاخرى او حبايبه او بالظبط، بيساعدوه او او اللي كده. هنشوفه في المرحله الثالثه الجزء اللي هو القبليه او العائليه، تمام. بيبقى نازل فلان اللي من عيلتي، استاذ اشرف ده من عيلتي خلاص واخده مساله مش للنقاش وش مهما كانت الدعايه، يعني هو مساله كويس مش كويس انا محسوم، هاخده برضه. انما في غالبيه ايوه اخرى وعدد كبير مش قليل بيبقى نازل فعلا خياراته مفتوحه جدا، نعم، ونازل بغرض زي ما حضرتك قلت في البدايه فرحان انه يشارك كويس دوت اللي بتاخده التيارات السياسيه، ودي مساله مشروعه خلينا نبقى واضحين برضو، ان هم يعملوا يعني عليه نوع من اللوبي، يعملوا عليه نوع من الـ 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 الاقناع ان هو ينتخبهم، لكن مش المفروض انه يعملوا دوت اثناء اليوم الانتخابي ولا قبل اليوم الانتخابي بيومين في المرحله الاولى والاعاده قبلها بالظبط، بيوم، ده عشان القانون. مساله الصمت الانتخابي دي. تمام. الراجل دوت لما بينزل في ميزه عند اخواننا بتوع الاحزاب خصوصا المنظم منهم، هم في الغالب بيبقوا حاطين ناس عارفين المنطقه او المكان والاهالي، فيبقى شايف فلان، شايف ايمن جاي، عارف ايمن دوت من الحته الفلانيه، وعارف انه ما بيعرفش يقرا ويكتب، عارف مستوى كمان اجادته للقراءه والكتابه، فلو هي نص نص فيقوم مديله الجزء الدعايه اللي عليه الصوره من ورا اللي فيها الرقم، او يديله الرقم ببساطه شديده. الجزء الثاني منهم اللي شويه يعني التعليم بقى فعلا صعب، بقى بيكتب له على ايديه الرقم هنا، يعني تحديدا في المنطقه دي، بس حصل خدعه بقى ان الرقم اتغير دي، يعني زي ما بيقولوا ايه التكتيكات الانتخابيه في النص. لا مش بس الرقم اتغير، وبقى كان فيه يعني ايه مثلا مندوب حزب سين، فيعني هو حزب سين وانت جاي عشان حزب صاد، فيقول لك انا بتاع حزب صاد ويديك الرقم بتاعه وتخش، يعني ده كله يعني في اطار دايما اللي اللعب انت بتشرحه لي الانتخابي. ده شفتوه كتير الشباب بتوعنا شافوه، انا ببعت في غرفه العمليات، انا بعناية ما بشوفش، انا تمام. باخد لا يعني كل المحافظات الحالات دي انت من المراقبين اللي عندك. اللي بقوله لك ده اللي حصل على الارض، مش احتماليه، ما بحطش فرضيه، ده اللي حصل، فبيجري اما بيديله الورق دي بدون لما قطع بيكتب له كلامك، على معلش ايده. اتفضل. زي ما وانت بتكلمني عن اللي حصل ما بين ضرب نار، قلت لي 3 حالات، يعني حالات صغيره تمام قليله تمام نادره تمام تقريبا تمام في انتخابات ملايين بينتخبوا. صحيح. اللي انت بتحكيه لي بقى ده اللي هو يديله ورقه او يكتب له على الايدين،
ده بيحصل كان كتير حسب المحافظه. يعني الحاله اللي انا بذكرها دي اللي كان بيكتب على ايده مثلا، دي شفناها في السويس، دي شفناها في سوهاج، دي شفناها في البحيره، في الثلاث محافظات دول حكايه الكتابه على الايد بالنسبه لنا هي شويه يعني مش لطيفه، يعني ده اقل ما يقال عنها، يعني مش عايز اقول مش ادميه مع احترام الشديد، يعني في النهايه احنا منظمات حقوق انسان، فبيبقى في عندي جزء احترام للجسد وللراي وللعقل وخلافه، لكن في الانتخابات الناس بتوصل لمرحله عايز اصوات، بالنسبه له عايز اصوات. نكمل بقى الجوله، بيخش هذا الناخب او الناخبه اللي نسبه التعليم عنده يعني ضعيفه، فبيخش على اللجنه. رقم واحد بيتقابله مشكله ان هو ما يعرفش هي انهي لجنه جوه المدرسه. حضرتك عارف المحطه الانتخابيه اللي هي المدرسه في جواها الفصول اللي هي اللجان الفرعيه، فطب انا في واحد ولا اتنين ولا عشر، ما بقاش عارف. للاسف الشديد واحده من الاخطاء الفنيه ان ما كانش فيه كشوفات ناخبين معلقه عشان مثلا يقرا او حد يقراه فيقول انت في اللجنه الفلانيه. فدي استغلها مندوب المرشحين من الخارج، وده الحاجه الشهيره اللي سمعتوها حضراتكم، اللابتوبات. اللابتوب بعيدا عن اللابتوب انه يبدو انه فيما يبدو تكنولوجيا، لكن كان استخدامها ببساطه لانه قاعد متوصل بال3 جي فعشان على النت، فيقوم مطلع منه رقمه ومطلع منه لجنته، فقول له خد يا حاج اطلع ايه انت في اللجنه كذا ورقمك الانتخابي كذا، خلاص انت عملت الفه مع الراجل ده، انت ساعدته، خد بقى يا حاج اللي انا كاتب لك ايه رقمك ولجنتك على الورقه دي على كارت يعني بالمره. هو بكل تاكيد مش قاعد عشان كده يعني مش بالمره. بيخش الراجل فين الفصل الفلاني اللي هو لجنته، فبيقوم طالع بيقوم دخل على مستشار. وخليني اقول لك هنا تجربه انا سمعتها من يعني احد اصدقائي القضاء وكان في محافظه المنوفيه، مش قادر اقول اسمه بطبيعه الحال. قال لي انا قاعد في لجنه يعني فيها نسبه عاليه من الاميه، كل الناس جايه وبالنسبه له قاضي هو ده اللي بيعرف، هو ده الـ الحاجه المحترمه وده صحيح. فخش باشا انتخب لي الاثنين دول. طب يا حاج هات الورقه وطلع اهوت وانا ساعدك. يا باشا انا لسه، خد انت بقى اعملها. انت عاملها، طب كنت انت عاملها ازاي واعملها في 200 300 واحد ازاي؟ يعني مساله مزعجه، هي دي مشكله بقى الاميه. فتخش دخلني في مشاكل تاني، ان انا بفرض حسن النيه، هنا انت رحت للقاضي، القاضي لازم قاعد عينه بيشوف بيشرف على اللجنه واللي بيحصل بره اللجنه، فمش قاعد فاضي عشان يعلمك، المفروض في احد الموظفين، فيديها لاحد الموظفين، فبعد دقيقتين يلاقي الناخب بيزعق، بيزعق ليه يا سيدي؟ يقول انا قلت له مثلا رقم كذا وهو خد لي رقم تاني. احتمال ما نعرفش يعني، وقع بقى تخش في تفاصيل فنيه صغيره، عمل ما عملتش، ما تبقاش عارف فعلا هل ده حصل ولا لا. مشكله الاميه ديت بتخليك ان انت كناخب، طب لو انت ايش عرفك ان هو يعني اختار لك غلط او غير اللي انت قلته له؟ دي المشكله، بتعطل لجان وقت كبير جدا، بتخلي العدد اللي صوت في لجنه ما اذا كان عدد الناخبين الاميين كبير اقل جدا، بتتعب جدا وترهق جدا موظفي الانتخابات، والاهم من دوت ان بيتم استغلالهم بسهوله. نعم. مجرد ان هو يؤدي له اي خدمه بسيطه، ياخد ايده يدي له الورقه يقول له رقمه خلاص خد الصوت. طيب بشكل عام انتخاباتنا ناجحه كام في الميه لحد دلوقتي؟ لا صعب 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 يعني عفوا استاذ اشرف، بس يعني انا مش من انصار فكره نجاح او فشل بكام في الميه. لا انا بقول في مسائل مهمه قوي في مصر اختلفت تماما. تمام. مفيش تزوير. عظيم. انتهى خلاص. عظيم. لم يرصده ولا يستطيع احد ان يتحدث عنه. تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين، حتى العنف اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده عنف نسبي، بكلمتك في 3-4 حالات نادر، مش اكتر من كده، هو 3. فالعنف اللي كنا بنشوفه قبل كده انتهى. 3. نسبه الاقبال اللي لازالت حتى مع انخفاضها التدريجي لكنها عاليه مقارنه بالسنين اللي قبل كده بكل تاكيد. نعم. على الاقل الضعف. تمام. فدي كلها عوامل نجاح عندي. أربعة. بعد كده مين اللي ينجح او ما ينجحش ما متفقين ان ما تفرقش معايا. التلات حاجات دول المسائل الاساسيه قدامهم، احط لحضرتك تلات حاجات انا ممكن افصلهم وممكن اجمعهم في مساله الاخطاء وعدم الخبره الفنيه والاداريه عند اللجنه العليا للانتخابات. اذا احنا نسبتنا كانتخابات 2011 في جمهوريه مصر العربيه نسبتها عاليه في نجاحها بكل تاكيد. عاليه جدا كمان. مقارنة بحضرتك انا بحب اسال بقى يعني في الكلام المحدد ما اقدرش اقول نسبه فكره. تمام. يعني في نجاح في نجاح في نجاح مفيش كلام. عظيم. اما تقارن دوت باللي فات لا 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 وجه للمقارنه، يعني تطور. المقارنه ظالمه. تمام. لا تطور في قفزه. تمام تمام. عشان كده العالم كله بي يعني بيقول ان مصر بتمر بمرحله ما شفتهاش من سنين طويله.
فيما يتعلق بالانتخابات طبعا في السياسه في مسائل ثانيه. لا لا مش دعوه بالسياسه، انا بتكلم في الانتخابات حضرتك جاي عشان نتكلم في الانتخابات. نعم. سؤال اخير لان خلاص فقرتنا انتهت. تحت ايه مشكله الاوضاع سريعا؟ مشكله الاوضاع يعني 1 2 3 حصل كذا يعني عشان بس حاضر. وقتنا انتهى. حاضر. رقم واحد مشكله الاوضاع ان اعدادهم قليله بطبيعه العمل، مخليه اعدادهم قليله ومن ثم لا يستطيع تغطيه كل اللجان في كل مرحله. ده نمره واحد. نمره اثنين ان القاضي تعود ويجب ان يعمل في ظروف بيئيه ومكانيه ونفسيه معينه حتى يستطيع ان يعطيك ما تريد من عدل، ده ما كانش بيتحقق في الانتخابات. نمره ثلاثه ان القضاه لم يتلقوا لا تدريب ولا تنظيم ولا توجيهات ولا تعليمات محدده بشان اجراءات العمليه الانتخابيه، ومن ثم جميعهم وبلا استثناء كانوا نازلين بخبراتهم الشخصيه السابقه اللي ممكن طبعا تبقى جيده او مرتفعه او اقل. واحنا خد بال حضرتك الناس كلها بتتكلم قضاء، من يراقب الانتخابات اعضاء هيئات قضائيه، يعني في النيابه العامه، يعني في مجلس الدوله، يعني في النيابه الاداريه، ليس فقط القضاء بمعنى القاضي الجالس على المنصه. نعم. اللي هم دول عددهم قليل جدا، يعني القضاء اللي قاعدين على المنصه عددهم في مصر قليلين بطبيعتها. نعم. دي لازم الناس تبقى فاهمه دي. فطبيعي ان مع كل الاحترام طبعا وكيل النيابه او معاون النيابه اللي عنده لسه 25 سنه او 28 سنه غير القاضي اللي عنده 50 سنه. نعم. ده طبيعه الاشياء، طبيعه الحياه. فحلها بيبقى دايما في فكره التدريب، والتدريب مش عيب. يعني وفي الدنيا كلها في الاداره الحديثه، مش لسه اقول بقى اليومين دول، من سنين اي شيء بيتعمل لازم تدريب عليه. ده نمره واحد. نمره اتنين بينزل بتعليمات عمل محدده، سميها تعليمات، سميها ارشادات، سميها ملاحظات، عشان الحساسيات مش هنختلف، يعني ما فيش مشكله. مفهوم. انا مش هقدر اقول تعليمات كذا، ارشادات للساده القضاة، ما فيش مشكله. لو دوت حصل اعتقد في الانتخابات اللي جايه، واقصد هنا مجلس الشورى، واقصد بعد كده الدستور، واقصد بعد كده الرئاسيه، لو خدنا بالنا من ده هننجح اكتر واكتر، عشان في الانتخابات اللي يمكن بعد 4 أو 5 سنين خلاص بقى ما انت مش هتقعد، مش هتستضيفنا. مش هتستضيف، نستضيف حاجه تانية بقى. طيب نستغناش عنك برضه. الاستاذ ايمن سرور الخبير الدولي لمراقبه الانتخابات نورتنا النهارده في نهارك سعيد. شكرا لكم. شكرا فندم. مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي معاكم، ولسه مكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.